Yeah. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم وحلقه جديده من برنامج وتحلو الحياه فنون التعامل مع الناس فنون راقيه وفنون ايجابيه إذا ما أدرك الإنسان كيف يتعامل مع الآخرين فإنه قد وضع نفسه على طريق النجاح. تعالوا اليوم نفتح ملف فنون التعامل مع الناس حتى ندرك أهميتها بوضوح فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الذي يعيش في هذه الدنيا والانسان كما يقول علماء الاجتماع مدني بطبعه اي انه لا بد له من العيش مع الاخرين فالذي يعيش في هذه الدنيا لا بد ان يتعامل مع غيره من المخلوقات ولا بد ان يتعامل مع غيره من بني جنسه لذلك ينبغي عليه ان يدرك كيف يتعامل معهم وان يجيد فنون التعامل مع الناس اللافت في الموضوع ان الغرب له معاهد خاصه تدرب على فن التعامل مع الناس ويسمونها بمعاهد المهارات الاجتماعيه لكن السؤال الذي لا بد ان يطرح نفسه هل في الشريعه الاسلاميه جماليات تجيد التعامل مع الاخرين تجيد فنون التعامل مع الآخرين أم أن الشريعة غائبة عن هذا المضمار وعن هذا الميدان الذي يدخل إلى عمق الشريعة يدرك أن الله عز وجل عندما قدم لنا القاعدة العامة الشاملة التكاملية بقوله وقولوا للناس حسنا إنما أسس بذلك وإنما أصل بذلك الأساس العام لفنون التعامل مع الآخرين من هنا يقول ميمون بن مهران رحمه الله التودد الى الناس اي انك تدرك كيف تتعامل معهم التودد الى الناس نصف العقل نصف العقل انك تتودد الى الناس وتجيد التعامل معهم، السؤال الاخر الذي ينبني على هذه المقدمه لماذا فنون التعامل مع الناس ومن اين تنطلق هذه المهاره؟ المهاره هذه تنطلق من قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا تبدا من فلسفه الخلق في الاسلام والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه وينبني على ذلك لماذا فنون التعامل الجواب على ذلك عندما ندرك هذه المعايير وهذه المحددات الاتيه اولها ان ندرك ان الناس تختلف في طبائعها وتختلف في ميولها وتختلف في تصرفاتها وتختلف في علاقاتها اختلاف الطبائع اختلاف الميول اختلاف الرغبات امر طبيعي وامر كوني في الناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كما يروي لنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، اذا الناس تختلف بطبائعها، من هنا ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى العلم بالانساب لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لان طبيعه الصديق رضي الله عنه وارضاه تتواءم وتتلائم مع هذا الامر. واعطى قال اجرؤكم في الحق عمر واحياكم عثمان واقضاكم علي اعطى القضاء لسيدنا علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضكم يعني اعلمكم بالفرائض والمواريث افرضكم زيد بن ثابت هذا الامر واقراكم ابي وهكذا دواليك دواليك يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان ما يتلاءم مع طبيعته وما يتلاءم مع ميوله وما يتلاءم مع رغباته محدد آخر يجعلنا ندرك فن التعامل مع الناس هو اختلاف العلاقات فالعلاقة ما بين الوالد والولد تختلف عما هي الحال ما بين الولد مع الوالد ما بين الزوج مع زوجته ما بين الطالب مع استاذه ما بين الاستاذ مع طالبه وهكذا اختلاف العلاقات يجعلنا ندرك اهميه فنون التعامل مع الاخرين امر اخر ومحدد اخر يجعلنا نتعامل بفنون راقيه وبفنون ايجابيه مع الاخرين هو ان الناس ليسوا مكائن انما الناس لها مشاعر ولها احاسيس ينبغي أن نتعامل مع هذه المشاعر ومع هذه الأحاسيس برغبات واسعة، لذلك يخطئ من يظن أن الإنسان هو عبارة عن آلة ميكانيكية، نسأله كم أنجزت وكم عملت؟ لابد أن نسأله لماذا أنجزت هذا الإنجاز؟ وكيف أحبيت هذا الإنجاز؟ وكيف سرت مع هذا الإنجاز بحب وبفن وبإيجابية؟ هنا اذا علمنا هذا ان الناس تختلف في طبائعها في ميولها في رغباتها في مستوى علاقاتها في مشاعرها في احاسيسها فانه يقودنا الى امر لا بد ان نشير اليه وان ننبه عليه يخطئ من يظن ان الاسلام هو عباده فقط الاسلام عباده ومعامله لذلك الذي يسير ويعمل على غير بصيره كما يقول الامام جعفر الصادق عليه السلام الذي يعمل والعامل على غير بصيره كالسائر بلا طريق لا يدري اين يذهب كلما ازداد سرعه ازداد بعدا لانه لا يصل الى طريقه الذي يظن ان الاسلام فقط عبادات يخطئ الاسلام هو مجموع كلي من عباده ومعامله من هنا ندرك الاهميه والمنطلق الذي انطلقنا منه وهو قوله جل جلاله وقولوا للناس حسنا تعالوا بنا لندرك كيف يكون فن التعامل مع الآخرين فنا رائعا بلسان المتخصصين فكونوا معنا حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وخلينا نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الشيخ الدكتور رائد هداف أهلا وسهلا بك دكتور مرحبا أستاذ معاذ حياك الله حياك الله في برنامج وتحلو الحياة لهذا البرنامج الطيب ومع قناة الموصلية طيب وسهلا دكتور نشكركم على هذه الاستضافة وإن شاء الله تكون هذه الحلقة حلقة مميزة ينتفع فيها المجتمع إن شاء الله, إن شاء الله دكتور نه. بداية دكتور ما هي ثقافة فن التعامل مع الناس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، أجدد الترحيب بكم طبعاً إخوتي المشاهدين خلف الشاشات، لابد أن نفرق ما بين مجموعة من المصطلحات حقيقة في هذا السؤال اللي جنابك طرحته اللي هو الثقافة والفن والتعامل مع الناس. الثقافة هي الأمور المكتسبات، الفن هي الأمور التي يتعامل بها <applause> الناس هو الخليط الموجود في المجتمع الله عز وجل التقسيم الله عز وجل خلق هذه الناس بأشكال مختلفة بصنوف مختلفة نعم. بألوان مختلفة قال عز وجل ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم لأجل هذا الاختلاف نعم. فخلق منهم الابيض ومنهم الاسود ومنهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الذي يتكلم لغه معينه والذي يتكلم لغه اخرى ومنهم صحيح. المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم العربي ومنهم غير العربي م. وذلك كله لاجل ان نتقن فن التعامل او ثقافه التعامل مع هؤلاء فلكل شخصيه من هذه الشخصيات م. لابد ان يكون لنا فن ونوع وجنس م. من التعامل مع هذا دون الشخصيه الاخرى، طبعا فتعاملي اني مع الطالب في الجامعه يختلف مع تعاملي مع الانسان اللي موجود في الشارع. تعاملي في داخل بيتي على نطاق مع اولادي وكذا غير ما اتعامل به مع طلبتي في المدرسه او الجامعه انا كنت كمعلم او كنت كاستاذ جامعي. وهكذا اقيس على ذلك. ما اقصد يختلف بأنه أغير من نمطيتي في التعامل أو أغير في سلوكي لا أغير بحسب ما يحتاج إليه المقابل نعم. من تغيير في هذا التعامل بحسب نعم. ما يحتاج إليه المقابل وهذه هي الثقافة نعم. ثقافة المكتسبة صحيح. في التعامل أو في فنون التعامل مع الآخر نعم. ما يحتاج لربما أنت تأتي إلى مجتمع أو مجموعة من الناس فيهم السعيد صحيح. وفيهم كذلك الحزين نعم. فيهم الفرح وفيهم من ركبته الهموم نعم يعني اجي واطرق نكات واطرق ضحك واطرق راح اثر على شخصيه او رح اثر لكم مراعاه يعني. بالضبط حتى الخطيب على المنبر لما يخطب في في خطبه الجمعه او في اي محاضره او في اي كلام لابد ان يراعي طبقات الناس اللي موجوده الطبيب لما يراجعه المريض وطبعا 60 او 70% هو العلاج علاج نفسي فهذا مم. فن من فنون او من افنان التعامل مع الناس مم. لما ياتي المريض ويجد هذه الابتسامه من الطبيب مم. امامه فربع واكيد يمكن من الساده المشاهدين من يؤيد هذا الكلام ان الربع اللي يراجعون اطباء وكذا عنده امراض مزمنه من سكري او من صح. ضغط او مم. من تصلب شرايين او غيرها لما يشوف ابتسامه الطبيب يقول لك انا ارتاحم هذا الطبيب مم. صح قيس على ذلك التعامل في مم. السوق لما تجي, تجي يم بائع لما يم متعامل لما تشوف هذا وجهه بشوش وهذا حتى يسموها يصير معامله دائما نحب ايه شنو نحب نروح ونحب نشتري منه فن التعامل مع الناس او ثقافه التعامل مع الناس هو ينطلق مني انا في اختياري للاسلوب في كيف اتعامل مع هذا الانسان الذي يكمن امامي طبعا هون تختلف تعاملي مع المراه عن تعاملي مع الرجل صحيح. إيه نعم. كل وحدة تحتاج الى صيغه وتحتاج نعم. الى اسلوب في التعامل اختيار الالفاظ واختيار الكلمات نعم. النطق بها ارتفاع الصوت انخفاض نعم. الصوت الابتسامه نعم. قسمات الوجه كل هذه تاثر جميل. على جميل. آه، ثقافه او فن التعامل فالثقافه نعم. هي الامور المكتسبات نعم. من الواقع المحيط نعم. بك كمدرسه كمسجد نعم. كبيئه بيت هذه الثقافه المكتسبه مهو. كيف مهو. احولها هذه الثقافه الى فن مهو. اتعامل به مع الاخر مهو. جميل يعني. جميل شيخ ما شاء الله, اسم الله أكتور اصناف الناس كثيره ما هي اصناف الناس الذين نتعامل معهم طبعا هو حقيقه انا مهدت هدت لي هذا السؤال نعم بالكلام قبل قليل بانه احنا نحتاج ان نخصص حقيقه تعاملاتنا نعم أه لربما تدخل إلى مجتمع و وترى فيه بعض الناس بحاجة إلى مواساة مم. أنا ما أجي وأزيد الطين بلة وأتكلم له في, في همه وأتكلم له بأنه أخي راحت عليك وبعد مم. ما تستطيع أنت لا بالعكس أواسي بما يحتاج إلى مواساة مم. وعلى العكس من ذلك لما أروح في فرح أنا مم. لابد أن أكون شنو مبتهج مسرور نعم حتى تؤثر على نعم. الانسان المقابل طبعا اصناف الناس الذين نتعامل بهم شتى او معهم شتى القران الكريم حافل بالايات مم. التي اسست للتعامل مع الناس لو ناخذ نموذج فقط في سوره الحجرات نعم بدءا في تعاملنا مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ان تحبط اعمالكم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى بعدين ايش قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فن من ادق فنون التعامل مع الناس واصناف هؤلاء الناس جاك خبر من مكان معين بأنه مم. فلان تكلم عليك بسوء بأن فلان يكمن لك شرا بأن فلان يريد بك سوءا مم. أول شيء أقوم به أتأكد من هذا الخبر صحيح. صحيح وهذه ما تقع فيه كثير من المشاكل في واقعنا صحيح. وفي مجتمعنا نعم. تشوف المشاكل هدادة وناس وكذا مم. أو بالوسائل التواصل مم. الفيسبوك وغيرها النشر بسبب كلام غير دقيق نعم. نقل الكلام غير الدقيق نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين. نعم. بعدين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا صنف آخر من أصناف م. الناس أتعامل معهم نعم. أكون مجموعتين مختصمة كيف أكون أنا وسط وحل م. للنزاع الواقع بين هؤلاء م. الاثنين م. كيف أنه أستمع لهؤلاء وأستمع لهؤلاء م. أستمع لهؤلاء وكأنني قد أعطيتهم كل سماعي م. وأستمع للجهة المقابلة وكأنني إيش أعطيتهم م. كل سماعي نعم. بحيث أنه الاثنين مقتنعين بما سأحكم وبما سأقول وبما سأتكلم يشعر هذا بأن الحق معه ويشعر هذا بأن الحق معه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش فأصلحوا بينهما وهذا صنف من أصناف التعامل مع الناس بعدين قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم فن آخر من فنون التعامل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى <applause> ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم اللمز ما يكون للنفس ماكو واحد يلمز نفسه يتكلم على نفسه اللمز المقابل ولكن الله عز وجل كنا عن المقابل بالنفس لانه انت نفسي وانا نفسك سبحان الله لما اتكلم عليك فانا تكلمت عن نفسي فهذا صنف اخر من من صنوف الناس التي اتعامل معها هو المعادي صحيح إن شاء الله. لأنه أكو إنسان محب مم. كيف أتعامل معه وأكو إنسان معادي القرآن الكريم ساوى لنا في هذه الطريقة ولا تستوي الحسنة ولا, ولا السيئة. السيئة ادفع مم. بالتي هي أحسن مم. وهذا من أدق الفنون في التعامل مع الناس مم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم هذا الأمر عقب عليه الله عز وجل قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ يعني هذا بأن تجعل العدو صديقا ما أي واحد يطيق عليها إذا دكتور يعني أنه نقدر أن نأخذ فنون التعامل مع الناس من آيات القرآن لو تبعنا آيات القرآن لوجدناها لو أنه حتى تعلمنا شو كيف نتعامل مع الناس كيف نتعامل مع القرآن هدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله عز وجل خلق هذه النفس وهو عالم بها جل وعلا ماذا تحتاج في التعامل ولهذا القرآن حافل بالعديد من الآيات ولكن أنا أخذت لك نموذج من نماذج فنون التعامل مع الناس في داخل سورة الحجرات بعدين قال يا أيها, النا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم No. فأحنا ما يصير أظن بالمقابل وهذا حقيقة شيء مهم جدا <applause> جيراني معايا بالدوام معايا بالوظيفة معايا بالعمل no. آه معايا بالسوق معايا بالبيت أصدقاء, أصدقاء no. أحسن الظن به no. ما أسيء الظن للأسف بعض العلاقات للأسف أقولها بعض العلاقات مبنية على أساس سوء الظن no. وليس حسن الظن صح وهذا ما يسقط جانب كبير جدا من جوانب م. التعامل مع الآخر صحيح. لأنه ما يبقى ثقة ما تبقى نعم. موجودة ثقة ما وحتى, بالتعامل أيوة. وحتى هذا شيء خطر على العلاقات الزوجية م. في الأسرة وفي البيت بسبب الهاتف بسبب الموبايل نعم. لما يجي وهو ما عنده ثقة أو هي م. تجي وهي ما عندها ثقة فهذه ترتب لنا مشاكل كثيرة جدا صح. تقع فيها طلاقات وتقع م. فيها هجران ويقع فيها خراب بيوت نا. فاصناف التعامل اصناف الناس الذين نتعامل معهم في داخل المجتمع كثر مه. كل واحد, كل واحد يحتاج له حاسس. الى اسلوب تعامل مع الوالدين في البيت وهذا مهم جدا مه. الاحسان لهما لمن الله عز وجل قال وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه هذا مهم التعامل مع الوالدين مهم وحساس جدا أيضاً. طبعا ويحتاج ولا لهما افن يحتاج له فن هذا مه. وانت جنابك تكلمت عن وهذا تحلو الحياه وهذا الموضوع الجميل فن التعامل مع الناس التعامل مع الوالدين مهم جدا وحساس ايضا دكتور تتفق مع هذه المساله أكيد. يعني هو بالايه القرانيه يقول الله عز وجل ولا تقل لهما اف يعني الاف يعني هذا ادنى شيء هذا يعني يعني هذا ادنى شيء صح كيف بالذي يرفع صوته عليهم كيف بالذي يضربهم كيف بالذي يمنعهم من الطعام والشراب الساعة تقول يعني آه. دكتور انت تقول هذا الكلام هذا كلام خطير يعني هذا موجود بواقعنا للاسف نعم اكو حالات مرت عليكم دكتور اكيد سبحان الله اكيد نعم بل ببكاء من 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 ام او ببكاء من اب بان اليوم اليوم انا صار لي شهر في دار العجزه وما زاروني حتى يعني احداهن قالت انا حتى نسيت شكلهم هذا خطر جدا في فن التعامل مع الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني كما صغيرا, ربياني صغيرا آه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته آه. أمه وهنا على وهن آه. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك اللي هما اشكر لي لأن الله عز وجل السبب الأول لوجودنا وجود وجودك آه. والوالدين هم السبب الثاني لوجودي وجودك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا آه. وقبائل لتعارفوا آه. الفن الاخر او الصنف الاخر هو التعامل مع الابناء اليوم اكو فد عند البعض ما بعض م. او 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 جل الناس اكو فقط حاجز بينه وبين ابنائه في التعامل م. حاجز م. يحسب انه التعامل فقط اعطاه مال م. والبسه ثياب واركبه سياره صحيح. واكتفى بهذا الامر صحيح. خلف هذا ما يعرف شنو اللي يجري صح او ما يعرف شنو اللي يصير نعم صح وهذا خطر جدا على الاسره بدءا والمجتمع بصوره عامه، بخلاف ما انا اتابع وهذا فن من فنون التعامل، مم. اتابع ابني مو على اساس انه انا مسلط عليه، الابن هذا من يرتقي بعمره الى 14 15 سنه لابد ان يختلف تعاملنا معه من كان طفل. صح. قال ادبوا اولادكم سبعا ادبوا مم. اولادكم سبعاً. سبعا وعلموهم سبعا, سبعاً. وصاحبوهم سبعا لمن يكبر يصير عمره بالعشرينات يصير صاحبه صح. والمثل الدارج يقول كبر ابنك خاوي اليوم نحتاج لهذا في فنا نعم. بالتعامل مع هذا الصنف من الناس نعم. انه اجي اشوف ابني اقعد وياه وقت دراسته وقت امتحاناته نعم. وقت اللي اشوفه هو سلوكه بالبيت متغير تعال ابني ايش عندك؟ نعم. ليش؟ كذا والبنت نفس الحاله نعم. سيده فاطمه تقول ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قبلني ما بين عينيه، فاطمة رضي الله عنها تحتاج كل فتاة من الأب التقبير والاحتضان حتى لا تبحث بعدين عن حضن آخر يحتويها تبحث لا تبحث عن حضن آخر يحتويها موجود حضن الأب هذا الحضن الدافئ الزوجة كذلك تحتاج إلى وهذا صنف آخر من أصناف تعاملنا مع الناس الزوجة تحتاج إلى الاهتمام الزوجة تحتاج إلى استماع <applause> حقيقة اليوم في شيء مؤثر جدا لما تنشر على وسائل التواصل السوشيال ميديا في المقاطع الغاية منها الضحك ولكن في داخلها ايش؟ في داخلها خراب صح بانه لما لما المرأة تتكلم مع الزوج وهو يصوم اذانه او يتركها ويخرج او كذا او هو يرجع يردد ما هي خصوصا <applause> هاي انتشار اليوم المقاطع القصيرة اللي اللي هي على أساس إنه وقت الزوج يكون مثلاً موجود نكدي عليه فهي كلها مم. هي يعني مثل ما ذكرت إن هي مضحكة على أساس لكن هي على أساس مضحكة ولكن فيها خراب حقيقة صح. صح والله صح هي في حالات أيضاً دكتوري. نعم وهذا خطر والله على الأسرة وعلى العائلة وهذا فن مهم جداً من فنون التعامل مع الناس أن مم. أحسن التعامل مع زوجتي وأحضر مثال واحد جد بس مم. فقط مم. على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحتوي غيرة. النساء ان كل النساء عندهم غيره نعم. والدتي عندها غيره، والدتك عندها غيره، نعم. وزوجتي عندها غيره وان شاء الله انت راح تتزوج زوجتك يصير غيره، صحيح. صحيح. هذه غيره فطره نعم. ولكن كيف انا كرجل استطيع ان احتوي هذه الغيره عند النساء؟ ام سلمه نعم. رضي الله عنها اكبر نعم. عمرا من امنا عائشه، كان هنالك نعم. بعض الصحابه مدعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في نعم. بيته صلى الله عليه وسلم نعم. فام سلمه طبخت طبخه نعم. وارسلتها حتى يأكل هؤلاء الأضياف مم. من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه نعم. مساعدة لأم المؤمنين عائشة نعم. حتى نعم. في سبيل أنه تساعدها مم. فعندما دخل صلى الله عليه وسلم ويحمل فيدي في, يده هذا الإناء مم. ماذا فعلت أم المؤمنين عائشة؟ ضربته بيدها غيرة منها لأنه كيف أنا الأضياف في, بيت في بيتي ويجي الأكل من مم. بيت آخر أو من حجرة أخرى مم. ما كان من جناب النبي صلى الله عليه وسلم مم. إلا أن قال لأصحابه مبتسما غارت أمكم وباء وجعل يجمع هذا الطعام وبعد أن كسر الإناء غرم أم المؤمنين عائشة إناء أن تعطي لي إيش لأمي سلمة كيف النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يستوعب كل هذا الموقف ولملم هذه الأمور إذا صح التعبير بينما اليوم بعض الرجال ما يمتلك هذه الثقافة ما يمتلك هذا الفن بأنه كيف أنا أستطيع أن أستوعب هذا الجهد اللي موجود من المراه بتربيتها الاولاد بالبيت وقسم منهم عندهم وظيفه سواء كان مدرسه او سواء كانت معلمه او سواء كانت موظفه او سواء كانت طبيبه او سواء كانت في المستشفى مم. او في اي قطاع او جانب مم. من هذه الجوانب كيف انا استطيع ان استوعب كل هذا التعب اللي موجود عندها اضافه الى تعبي اللي اني راح أتركه لها مم. فحقيقه تكوين العائله وتكوين الاسره يبنى على هذا الفن مم. فن التعامل مع الاخرين الحديث يسترسل معنا كثيرا جدا مم. لو خرجنا مم. الى خارج نطاق البيت صحيح نعم. راح راح نلاقي العامل النظافه كيف يحتاج الى انه انت تزيل التعب عن كاهله بابتسامه ابتسمتها في وجهه اكيد صح. اصناف الناس راح تكثر وتكثر التعاملات وتختلف نعم. التعاملات ايضا معهم نعم. دكتور قبل ما نختم حقيقه الكلام معك ممتع جدا وصراحه نعم. مفيد لكن قبل ما نختم وصيه ختاميه تحب توجهها الان لكل من يشاهدنا والله هي الوصايا كثيره جدا مه. ولكن ما تعلمته بانه اللقاء الاول مع المقابل مه. يعكس 70% من شخصيه الانسان مه. اللقاء الاول مع المقابل مع الانسان المقابل يعكس ايش قد 70% تقريبا 70% هذا اهل التنميه مه. نعم 70% من شخصيه الانسان صحيح. انا اول من التقيت باستاذ معاذ <applause> راح ابني في مخيلتي <applause> عن شخصيه معاذ 70% بالمية <applause> ال 30% تاتي بايش؟ بمرور الزمن فهذا شيء يحتاج؟ يحتاج مني مع اول لقاء مع الناس ان اظهر اجمل ما لدي، ما اصطنع ما اتصنع ما اتصنع ما موجود حتى غدا لما اجي راح يلاقون شنو؟ عكس ذلك، ما اتصنع لا أظهر ما موجود في مكنوني من ابتسامة من قسمات وجه من ترحيب من كذا هذه نعم. مسألة مهمة نعم. المسألة الثانية نعم. يمكن هي هذول مسألتين يكفون نعم. كوصايا حتى لا نثقل المسألة صح. الثانية المهمة جدا ازهد بما عند الناس نعم. ما فلان لابس لابس الملابس الفل... الفلانيه لازم انا البس مثل الملابس نعم. الفلانيه صح. واذا ما حصلت على هذه الملابس ايش راح يصير عندي حقد عليه صح. او راكب نعم. السياره الفلانيه او هو نعم. موظف في المكان الفلاني او مسؤول في المكان الفلاني ليش انا نعم. ما صرت منه في حديث للنبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد نعم. في الدنيا اترك هذه الدنيا وازهد نعم. يحبك الله وازهد بما في ايدي الناس يحبك الناس نعم وارضاء الناس غايه لا تدرك لا تدرك نعم. وارضاء الله غايه لا تترك نعم. فاستعن على ارضاء بما لا يترك على ما لا يدرك, الله يدرك. صح. سبحان الله. هذه اختصار يعني إن شاء الله تبارك شاء الله. وتعالى شكرا جزيلا دكتور الشكر موصول لكم أنتم لهذه الحلقات الطيبة حقيقة والبرامج الماتعة والشكر موصول ثانيا للإخوة خلف الكاميرات ولكل من يشاهدنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فنون التعامل مع الناس أصلا في التعامل وأن يرزقنا والجميع حسن التعامل مع الناس إنه لي ذلك والقادر اللهم الله. أمين شكرا جزيلا دكتور أعزائي المشاهدين خليكم معنا ومكملين الحلقة لكن بعد الفاصل جديد اهلا وسهلا بكم مره اخرى دكتور الانسان لديه جانب ايجابي وجانب سلبي هل من المعقول ان نتعامل معه على فقط على الجانب السلبي وننسى انه لديه ايجابيات ولديه مواقف حميده جميل احسنت استاذ معاذ ما من انسان في هذه الحياه الدنيا الا وله قوتان وتتنازعه قوتان قوه خير وقوه شر وقوه شر احسن فإذا سار في قوة الخير غلبت على طباعه فكانت طباعه جميلة وحميدة كما ذكرت وإذا سار على قوة الشر غلبت على طباعه فكان عفوا شريرا لذلك هذه هاتان القوتان هما سنة الحياة وهي سنة كونية في الحياة هناك إشراقة وهناك ظلام هناك نور وهناك ظلام، هناك حق وهناك باطل, باطل، هناك خير وهناك شر وهكذا. ولهذا القرآن الكريم أشار إلى هذه القضية بعمق كبير. فقال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. إذا هناك قوتان تتنازع الإنسان من أجل أن يسير في هذه الحياة، لكن الطريق الأمثل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذا الإنسان له قوتان تتنازعاه في حياته قوة خير وقوة شر الذي يدرك بشريته ويدرك أن الله عز وجل إنما جعله خليفة في الأرض لا يتعامل فقط مع قوة الشر في الإنسان لأن الإنسان أثبتنا أنه له قوة شر لكن مم. هو لا يركز على قوة الشر فقط ولا يركز على الجانب المظلم في مم. شخصية الإنسان فقط صح. إنما ينبغي أن يركز على الجانب المضيء وأن يساعد الآخر حتى يتخلص مم. من الجانب المظلم هذا هو الإنسان الذي يحب الخير للآخرين والذي صح. يجيد فنون التعامل مع الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة نماذج و امثله عظيمه جدا انه صلى الله عليه وسلم لم يركز على الجانب المظلم انما ركز على الجانب المضيء، فقال مثلا صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم الرجل عبد الله لولا انه يقيم الليله ثم تركه، لكن بدأ بأنه قال نعم الرجل اعطى الجانب المضيء في شخصيه سيدنا عبد الله، ثم بعد ذلك انتقل الى السلبيه التي يعينه على ان يتخلص منها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول الذي له يعني صولات وجولات في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ركز وكان هذا هو سبب اسلامي، ركز على الجانب المضيء في سيدنا خالد لما اتى اخوه الوليد بن الوليد وقد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمره القضاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين اخوك خالد م. سال عنه صلى الله عليه وسلم وعباره عن فن في التعامل لاستجلاب مشاعر الاخرين قال اين اخوك خالد فقال لم يسلم بعد يا رسول الله م. فقال صلى الله عليه وسلم وليس مثله يجهل الاسلام مو مثل سيدنا خالد تريج الاسلام يعني معناته سيدنا خالد ذكي معناته سيدنا خالد له من الدهاء والحنكة والحكمة أن يدرك الإسلام ويدرك فضل الإسلام هذه الكلمة أثرت في نفسية سيدنا خالد وكانت هي التركيز على الجانب المضيء في شخصية سيدنا خالد بن وليد فكان سببا في إسلامه لما عاد أخوه الوليد بن وليد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنك فقال ليس مثله يجهل الإسلام وأنت في عقلك وأنت في حلمك ولك حلم ولك عقل كبير فكانت هي الانطلاع نقطة التحول أحسنت في م. شخصية سيدنا خالد أختم بما ذكره أحد الدعاة يقول م. كان هناك بواب عمارة م. أكثر من في العمارة غادر العمارة بسبب عفوا غلظته وتعامله م. غير اللائق معه صح. يقول إلا معي كان يقول م. ما في هذه العمارة أحد إنسان م. أفضل من هذا الشخص م. فسأله الناس عن سبب ذلك قال هذا بواب العمارة كان الناس إذا دخلوا لا يسلمون عليه لا يلقون له كلاما لا يلقون له بالا ما يعطينه أهمية يقول إلا أنا كلما أتيت بششت بوجهي وأقول السلام عليكم كيف حالك كيف حال أولادك تعال شرب الشاي يمي فيقول يأتي فعلا يشرب الشاي أحيانا معي وأسلم عليه وكان الأمر طبيعي والأمر طبيعي بالضبط يقول وكانت مجاورتي له ثماني سنوات ما وجدت منه فضاضة على عكس الجيران على عكس الجيران بالضبط قل ما وجدت السر في ذلك هو أنه ركز على الجانب المضيء في شخصية هذا الرجل وحاول أن يعالجه حتى وصل معه إلى هذه العلاقة الذهبية لذلك قالوا قديما البر شيء هين وجه بشوش ولسان لين البر شيء هين وجه بشوش ولسان لين بهذه القاعده الذهبيه يمكن ان ننطلق مع الاخرين ونركز على الجانب المضيء فيهم ليس فقط على الجانب المظلم. شكرا جزيلا دكتور شكر الله لك. اعزائي المشاهدين وصلنا معكم الى نهايه هذه الحلقه لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المشاهده ونلقاكم بحلقات اخرى والى اللقاء.